بالرجل. وقلت والله الموفق أفي دار الخراب تظل تبني وتأمر ما لعمران خلقت وما ترثت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن اتعظت تنادي لرحيل بكل حين وتؤمن إنما المقصود أنت وتسمعك النداء وأنت لاهٍ عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن أعداد زاد قد غفلت تنام وطارب الأيام ساع وراك لا ينام فكيف نمت مع إبعاده الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت باطل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت أيا نفسي خوضا في المعاصي وبعد الأربعين وغب ستة وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى أيا غصن الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وعشت علمت فدع سبيل الجهل واحذر وصحح قد علمت وما عملت ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت ويا من يبتغي أمرا مطاعا يسمع نافذ من قد أمرت أججت إلى الولاية لا تبالي أجرت على البرية أم عدلت ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحت وليس يقوم فرحة قد تولى بترحة يوم تسمع قد عزلت ولا تهمل فإن الوقت يسري فإن لم تغتنمه فقد أضعت ترى الأيام تبلي كل غصن وتطوي من سرورك ما نشرت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت وأشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن ممن شهدت وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد نلت من إرث وحرث وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا وجدت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت يعود المرء بعد الموت ذكرا فكن حسن الحديث إذا ذكرت سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خلاء فقد أنكرت منها ما عرفت.